الله الرحمن الرحيم. استكمال المحاضرة السابقة حول الأجهزة المستخدمة في السيدي فلو وبروسيس، عندنا الجهاز الثالث اللي هو ثروتلينج فالفز. ثروتلينج فالفز حقيقة هنا هذا النوع من الفالفات مهم جدا، وإلا استخداماته بالأجهزة. وهذا الثروتلينج فالف هو خانق، يسمى باللغة العربية الخانق، زين، وعادة يستخدم، شوف هنا commonly used in refrigeration and air conditioning application. إذا يستخدم وين؟ بالثلاجات أو بالتجميد بشكل عام، وبالتكييف الهواء، أجهزة تكييف الهواء. لذلك دراسته جدا مهمة. هنا نشوف أنه تطبيق القانون الأول للثرموداينامكس بالستدي فلو بروسيس، هنا كمية حرارة تكون داخلة للجهاز صفر، وعندك الورك أيضا صفر لأن هو ما يأخذ ولا ينطي ورك، البوتيشال انرجي صفر أيضا لأن ما عندي فرق بالارتفاعات، والكاينتك انرجي هنا ما عندك فرق بالسرعة كبير، زين، فيكون عندك هنا يصف ال HN الانثالبي الدخول يساوي لي انثالبي الخروج. كل المعادلة ليش طويلة؟ تصفي لك فقط انثالبيز. هنا شوف هنا الإيدل غاز مثل هذا التروتينج فالف إلى تيمبرتشر أولى و H1 انثالبي 1، ولا شوف هنا ال T1 تساوي T2، ال T1 تساوي T2 يعني ايزوثيرمال بروسيس بين الدخول والخروج، وبالتالي الانثالبي الأول يساوي الدخول يساوي انثالبي الخروج. فلذلك هذا يصير من أبسط أنواع التطبيق. شوف هسه هذا refrigerant 134A is throttling from the saturated liquid state at 700 كيلو باسكال to pressure of 160. إذا هنا انخفض الضغط، سوينا له throttling، جاب ضغط عالي، فسوينا له drop للpressure. شوف سوينا drop بواسطة استخدام هذا النوع من الفالفات. Determine the temperature drop during this process. إن وجدت، إحنا قلنا المفروض هي بتساوي بالحالة الطبيعية، بس إذا كان أكو فرق معين يذكر، هنا ذكر لي أكو فرق فلازم أحسبه. And the final specific volume of the refrigerant. زين، نيجي هنا نشوف إنه أنا عندي pressure 1 saturated liquid، أقدر أروح أطلع من عنده T1 saturated تصير، وال H1 هي HF saturated liquid طلعت لي بالحالة الأولى أو بالمدخل بالإلات. الام دوت وحدة لأنه هو ستدي، وعندي 1 إلات 1 إكسيت، إذن ام 1 يساوي ام 2 دوت ويساوي ام. هنا أجي أطبق القانون حفظ الطاقة، يصير عندي هنا ام دوت اتش 1 يساوي ام دوت اتش 2، إذن اتش 1 تساوي اتش 2 أو ما يعادل اتش ان يساوي اتش إكسيت. هنا فقط اختلاف بالرموز. زين، هنا اذا كلهم صفر، الحراره والشغل والكاينتيك انرجي والبوتنشال انرجي، لذلك هنا اجي احتاج احسب شنو. شوف شو استفاديت اني هنا التمبرتشر الثانيه ما اقدر احسبها، زين، التمبرتشر الثانيه لانه بالحاله الثانيه عندي بس بريشر، فاحتاج الى بروبرتي اخر استفاديت من هاي البروسيس انه الاتش ان يساوي اتش اكس، بالتالي صار عندي اتش 2 او اتش اكس معلوم، فاتش ويا البريشر اقدر اطلع باقي البروبرتي. فطلع هو محتاج التمبرتشر، طلعت التمبرتشر هنا ناقص 15.6. طبعا هنا تسوي شو اسمه مقارنه، فطلعت لك الاتش بين الاتش اف والاتش جي، اذا الحاله ساتشوريت مكستشر والتي هي تي ساتشوريت، إذا دلتا تي تساوي لك ناقص 15 ناقصا يعني هاي تي 2 أو تي إكزيت ناقصا تي إلا 26، يطلع لك شقد؟ ناقص هنا 42 درجة مئوية. إذا عملية الخنق سببت لي انخفاض درجة الحرارة مقداره شقد؟ هنا ناقص 42 درجة مئوية دلتا تي. سببت انخفاض بدرجة الحرارة بمقدار 42.3 درجة.
يريد السبيسك فوليوم الثاني سهل بعد انتهى البروسيس رفع للاكس 2 ويطبق هذا القانون اللي اخذناه بشابتر 2 على سبيسك فوليوم يطلع لك. عندنا الميكسينج تشامبر، الميكسينج تشامبر الجهاز الرابع زين، غرف الخلط وهي موجوده في كل تطبيقاتنا، ابسط شيء لها غرف الخلاط اللي هي الخلاط الموجود بالمغاسل، انه انا اجيب خط مي حار وخط مي بارد واخلطهم يطلع لي ثالث هنا أنا. خط ثالث درجة الحرارة تكون بينهم، بس هذا جايب 140 درجة فهرنهايت ويا 50 فهرنهايت، هذا حار هذا بارد، خالطهم يجد طالع لهنا طالع له بالمكسيك تشامبر خارجه يجد 110. اذا احصل على شنو؟ احصل على يعني ماء هنا شي يكون متوسط الحرارة، او انت تتحكم به بغرف الخلاط تتحكم بمقدار الماء الداخل بارد والحار وبالتالي تتحكم بدرجة الحرارة. زين هنا كمية الحرارة الداخلة تكون صفر لان يكون مهزول عادة، الورك صفر ما ياخذ ولا ينطور، كاينتيكال بوتنشال انرجي صفر لان ما عندي فرق هواي بالارتفاعات. زين هنا شوف الام الاولى زائد الام الثانيه، الكتله الاولى زائد الكتله الثالثه راح تطلع لك الكتله الاولى زائد الثانيه تساوي لك الكتله الثالثه. اذا هذا بالنسبه لقانون حفظ الكتله. قانون حفظ الطاقه اذا طبقه كله تختصره يصفر وفق ما اخذنا هنا، يبقى لك فقط الانثالبيز يشتغل، وبالتالي M3 H3 ناقصا هنا طبعا يساوي هاي علامة مساواة يساوي M1 H1 زائد M2 H2، هذا مثال P يساوي في الكتلة مالته يساوي هذا زائد. هذا مثال تطبيق مباشر علي، شوف هنا أنا منطيني مي قاعد يدخل بظروف معينة بالمدخل الأول وبالمدخل الثاني ظروف منطيك إياها معينة، زين وهنا منطيك ظروف الخروج، شوف في هنا منطيك فتيجي تشتغل مثلا ووتر بالثمانين سن يدخل ميكسينج تشامبر ودماس فلوريت منطيك اياها اند الميكس، شوف هنا اختلط ويا ستريم اوف كولد او بالثمانين الكولد ايش قد 20 درجة مئوية. It is desired that the mixer level شوف the chamber at 42 leaves the chamber، إذا درجة حرارة الخروج 42 determine the mass flow rate of the gold، شوف الماس مفقودة مال المي البارد assume that the stream at all at pressure، شوف كلهن pressure 250 فهاي الكتلة تكون عندك مجهولة. فأنت تروح تطلع الانثالبيز بالليت الأول والانثالبي بالليت الثاني، كل الانثالبيز تطلعها وتروح تطلع الانثالبي بالثالث، كلهم طلع عبارة عن شنو؟ ساتشوريتد شو اسمه؟ ليكويد. اي نعم ساتشوريتد ليكويد. بعدين تروح تطبق قانون الكتلة هنا عندك راح يصير أما زائد M2 يساوي M3، أما زائد M2 يساوي M3 طبقها منا. طبعا انت M3 هم مجهولة عندك هنا زين، فتروح تطبق شوف قانون الطاقة راح يصير لك يصفي M1 H1 زائد M2 H2 زائد M3 H3 دوت اللي عندك جرايم، لأن الصفر كلهم صفر كلهم. شوف M1 H1 ما عندي بيهم مشكلة، M2 H2 ما عندي، شوف ال M3 لأن يصير لك عندك مجهول يعني اخلص منها، شو يصير لك M3 هاي M1 زائد M2 خليها، إذا راح يكون عندك فقط M1 و M2 يشتغلون بالمعادلة. شوف هو يريد ال M2 راح تلقاها بدلالة من دلالة ال M1، ال M1 معلومة زين والإنثالبيز كلها معلومات بنطلعها من الجدول وبالتالي راح أطلع لك ببساطة. إذا هذا النوع من الأجهزة حقيقة عندما نطبق عليها قانون الأول الثرمودينامكس نقدر نطلع أي مجهول ببساطة بسبب تطبيق القانون الأول الثرمودينامكس.
يبقى عندنا الهيت اكسشينجر وهو جهاز مهم الخامس. زين هنا حقيقه دائما عندنا تو فلويد بالهيت اكسشينجر زين، وهو يستخدم وايدلي. شوف هنا يقول هيت اكسشينجرز ار وايدلي يوزد ان فيريس اندستريز. زين في كل الصناعات تحتاج هيت اكسشينجر اللي هو المبادل الحراري، ابتداء من السياره صعود، او السياره ما يسمى بالرادياتر، رادياتر السياره هو الاكسشينجر. هو حقيقه عباره عن تو فلويد، مثلا الفلويد الاول هنا خلينا نقول هذا الهواء، الفلويد الاول يجي ب 20 درجه حراره ويطلع ب 50. ليش طلع ب 50؟ لان اجى الماي الحار من المحرك بالرادياتر ب 70 درجه مئويه. شوف فقط حرارته لمن؟ للفلويد الثاني. شوف للفلويد الثاني فقط. شوف هسه هذا هيت، هذا اللون البنفسجي حار، يفقدها وين؟ الى الفلويد الثاني. بالتالي شوف الفلويد الحار ايش طلع؟ 35 بارد، ويرجع يدور مره ثانيه ياخذ الحراره من المحرك ويرجع يدفع وين؟ بالفلويد الاول. زين هاي ابسط. لذلك هنا دائما تعمل ويا اربع ستيتس او اربع مقاطع حقيقه. هنا عندك تو انليت وتو اكزيت، لانه كل فلويد الى انليت، شوف انليت اكزيت، الفلويد الثاني الى انليت اكزيت، اذا كل واحد الى شنو؟ حقيقه مدخل ومخرج. بالتالي راح يكون عندك هنا اربع انثالبيز لازم تجي تلقيهم مع كتلتين، لان هذا يجيب كتله ستدي وهذا يجيب كتله، اذا تو ماس فلوريت اند تو اند فور انثالبيز. شوف هنا المعادله ايش راح تصفي لنا؟ هنا كيو تساوي لك مثلا، لان كيو هنا موجودة، Q تساوي لك MA، نقول هذا الـ A في الـ H2A، هاي H2A ناقص H1A هاي، زائد MB الكتلة اللي جاية هنا في الـ H2B اللي هي الخروج، ناقص H1B أو H8B هاي. فدائما نتعامل وياه. عندك هذا مثال تطبيق عليه، ممكن واحد يقرا ويحله. زين هنا عندك ريفرجرنت قاعد تدخل 134 اي، يدخل بضغط ودرجه حراره وبردناه الى 1 ميجا و30، من 90 ل 30. زين باي كوند باي اير، طبعا بردناه هنا الاير انترز 100 كيلو باسكال و27. شوف وطلع ب 60، اذا هذا اللي بردنا من 27 ل 60، بينما هذا ايش بيه؟ من 90 وين راح؟ ل 30 برد. اذا تجي تطبق القانون مالتك راح تطلع الانثالبيز كلهن للمعلومات الحقيقه بالنسبه للروجن. زين وبالنسبه للهواء طلع الام دوت السبيسك فوليوم، طلع من عند الام دوت اللي منطق والتدفق الحجمي، قسمه على السبيسك فوليوم يطلع لك الماس فلوريد. بعدين من تيجي تطبق قانون هنا أنا شوف قلت لك كتلتين قاعد تشتغل، راح تصير بس كتلتين تشتغل هنا، الام ريفرجرانت نسميها والام هاي مال الهواء. بالتالي من تيجي تطبق هذا القانون مالتك راح يصير لك ام1 اتش1 زائد ام3 اتش3 يساوي ام2 اتش2 زائد ام4 اتش4. زين هذا طبعا هنا أنا شوف تعزلهن، سوي سبريشن بيناتهن، لان الام اي يكون مضروب لنا الانثالبيز والام ار لنا الانثالبيز. شوف اذا ام ار راح يطلع بذات الام اي بكل بساطه. الدلتا اتش مالت الهواء تقدر تستخدم له سي بي دلتا تي، سي بي دلتا تي ويطلع بشكل طبيعي. الدكت والبايب هذا موجود، انه مرات عندنا بايب تخلي بيه مثلا فان، تخلي به هيتر. زين وبالتالي راح ينطيني شنو هنا؟ ينطيني هواء دافي خصوصا بالتدفئه، وهذا احنا مطبقينه عندنا بالمختبر، مسوين هذا الجهاز صنعينه ومشغلينه، يريد يشوفه ان شاء الله من بالمختبر. زين وايضا منطق عليه مثال هنا تطبيقي، يدخل هواء بهاي الظروف ويخرج ستيم العفو، ويخرج بهاي الظروف وهاي كميه الحراره يريدها. فانت تروح تطلع الام دوت من القانون الاول، وتروح هنا من قانون حفظ الكتله ومن قانون حفظ الطاقه، يصفي لك بس المثال بيز والحراره
كل هي معلومات فقط عندك الحرارة مجهولة تروح تطلعها.